لا يوجد أي مواطن جزائري في السجن بدون علم السلطات الجزائرية، هذا أمر مستحيل. كل شخص يدخل تونس يتم إعلام مباشرة السلطات الجزائرية، فما تنسيق تام بين الدولتين على المستوى الأمني، ولا يوجد حسب يروج أن هناك حراقة في السجون التونسية. كل شخص يدخل التراب التونسي يتم إعلام مباشرة السلطات الجزائرية.